هذا الألبوم في 6 أغنيات من كلماته ألحاني و3 أغنيات من كلماته ألحان جوليان حكيم، وتوزيع الموسيقى كان لجان بول جلوان. عم بعمل يلي بحبه، عم بشبح حالي أكتر. غنية عم بشبح حالي هي أنا لما بهودي السنتين تصلحت مع حالي وتصلحت مع كتير أشياء كانت بحياتي ماني متقبلها، ترجمتهم بغنية. وإذا مثل ما بنشوف الفيديو كليب إنه بفرج كتير حالات ناس منهم متقبلين حالهم، حتى في بنت يعني ما بتسمع كيف تقبلت وصارت ترقص على نبض قلبها، الرجال ختيار كيف شلح الوجبة وقرر يظهر من هذا الوحدة اللي كان عايش فيها، حتى أنا إذا بدك تخليت عن شيء كنت خبيه واستحي فيه قبل بحياتي، اللي هو عندي مرض بجلدي، فبمحل معين حسيت انه انا ما بقى بدي استحي فيه، ترجمته بهيدي الغنيه، وبالكليب ببين انه انا بشلح الكفوف وفرج ايدي بكل فخر، فهيدي دعوه لحتى يتصالحوا العالم كلهم مع حالهم اول شيء، لانه بحس لما نحن نتصالح مع حالنا المجتمع بطل شايف الشيء اللي نحن شايفينه كثير كبير. زمن العبوديه como loco corriendo tras él, familia, amigos, todo está perdido, si intentan frenarme más quiero volar, sueño se escapa volando. بدي اهديه لحالي لحتى كل يوم ضلني عم بشبه حالي اكثر واكثر. بدي اتشكر كثير اكيب عمل انتاج وال بي سي لانه لبوا الدعوه ولانه امنوا بموهبه جديده، يمكن مش غير التلفزيونات مش كلها بتعطيها فرصه تطلع عندها، وال بي سي تلفزيون كبير يعني، فبدي اشكركم كثير وان شاء الله بنلتقى على طول بكل الايفنتس اللي بنعملها.